أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما قالته المواقع الإخبارية والصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية بالعناوين. مواقع إخبارية تتساءل في ذكرى الكرامة، ما الذي حدث خلال الساعات الثلاث؟ الصحفيون اليمنيون ممنوعون من زيارة الحديدة، وفي الأخبار الأكثر قراءة، الجيش العراقي يتدخل لفض شجار بين زوجين بسبب وجبة عشاء. أهلا بكم، ونبدأ من الذكرى السادسة لجمعة الكرامة، والتي ما تزال آثارها وتبعاتها ماثلة أمامنا إلى اليوم. عنوان موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: مذبحة جمعة الكرامة بصنعاء، ما الذي حدث خلال ثلاث ساعات؟ يقول الموقع: ثلاث ساعات دامية مع انتهاء عشرات الآلاف من المتظاهرين من صلاة الظهر الجمعة، وفي الجزء الجنوبي من ساحة التغيير بصنعاء بدأ مسلحون ملثمون بإطلاق النار عليهم من الشارع ومن فوق الأشجار ومن أسطح المنازل بما فيها منزل محافظ المحويت. يضيف الموقع: خلال ذلك الوقت قتل 45 متظاهرا، ارتفع عدد القتلى إلى 56 بعد الحادثة بأيام، وأكثر من 200 مصاب بالرصاص و600 مصاب بالغازات السامة. يتابع يمن مونيتور: ارتكب صالح بعد جمعة الكرامة مذابح، لكن هذه المذبحة لم تكن كغيرها، لقد أظهرت الوجه الحقيقية لنظام عبث 33 عاما بنفس الكيفية وبذات الرصاص الحي. خرج مئات الآلاف في صنعاء جنازات القتلى، حصد الثوار دعما نخبويا اكتسح ساحات الجمهورية، خرجت التظاهرات المنددة والغاضبة في معظم محافظات البلاد، تفكك نظام صالح، انهالت الانشقاقات والانضمامات إلى ساحة الحرية. بعد ست سنوات على المذبحة التي سميت جمعة الكرامة، القتلة الملثمون طلقاء بعيدا عن العدالة وبين الاتفاقات السياسية والوضع الذي وصل إليه اليمن بعد ستة أعوام من الثورة، يبحث أهالي وذوي الشهداء عن العدالة وعن مصير المتهمين الطلقاء، ويبدو أن على اليمنيين أن يقطعوا المزيد من الأشواط قبل الوصول إلى دولة تحقق العدالة لأحيائها وأمواتها. من جانبه علق موقع الصحوة نت في صفحته الرئيسية: ذكرى مجزرة الكرامة، دعوات لمحاسبة القتلة وتأكيدات على استمرار النضال الثوري. قال الموقع: جدد مجلس شباب الثورة السلمية الذي ترأسه الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تعهده بالبقاء على درب شهداء الثورة حتى قيام دولة العدل والقانون والكرامة والمساواة والمواطنة. قال المجلس في بيان بمناسبة الذكرى السادسة لجمعة الكرامة: ونحن نتذكر تلك الجريمة التي ظن منفذوها أنهم سيخمدون بها إرادة شعب، لنعبر عن عظيم فخرنا بأولئك الأبطال الذين أعادوا الاعتبار للوطنية كانتماء، ونعاهد الله والوطن والشهداء والجرحى وجرح الثورة والثوار الأيتام والثكالى والأرامل أن نبقى على العهد حتى قيام دولة العدل والقانون والكرامة والمساواة والمواطنة التي حلمنا بها معهم. عن القتلة الذين غطوا وجوههم يوم جمعة الكرامة وأطلقوا الرصاص وقتلوا عشرات المسالمين في ساحة التغيير، كتب خالد الرويشان مقالا جاء في عدد من فقراته: تلك الظهيرة الماطرة الحارقة، كان الزلزال الكبير جمعة الكرامة في 18 من مارس 2011. الذين تلثموا وقتلوا الشباب في 18 من مارس عام 2011 هم أنفسهم الذين تلثموا وفتحوا أبواب عمران وصنعاء والمعسكرات للحوثي بعد ذلك، وهم الملثمون أنفسهم من تحالف مع الحوثي اليوم، هم أنفسهم
من فتحوا بعد ذلك صدورهم للحوثيين وتحالفوا معهم وذهبوا معهم إلى عدن وتعز والبيضاء لقتل اليمنيين، وهم أنفسهم اليوم من تأكلهم الحيرة، لا يعرفون عدوهم من صديقهم، بلا رواتب وبلا وظائف، مجانين السلطة والتسلط، أرعبوا الشباب والشعب وأحرقوا العباد والبلاد. هم أنفسهم من ذهبوا إلى عدن وأحرقوها، والبيضاء ودمروها، وتعز وخنقوها، وما يزالون. هم من استقبلوا مسيرة الحياة السلمية القادمة من تعز بالرصاص في حزيز. اليوم بات الشعب يعرف كل شيء، يديرون الأحداث باللثام. يا لهم من خونة أغبياء، رأينا وجوهكم من خلف اللثام. بات الشعب يعرفكم حتى لو تلثمتم بألف قناع ولثام. قتل 44 لاجئا صوماليا وأصيب 25 آخرون بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي قبالة الساحل الغربي في اليمن. وأفاد مراسل الاشتراك نت إن غارات التحالف استهدفت قاربا على متنه لاجئين صوماليين في البحر الأحمر بعد دقائق من مغادرتهم ساحل باب المندب. ذكر مراسل الموقع أن اللاجئين غادروا مخيم خرز برأس العارة بمحافظة لحج متجهين نحو السودان. إلى موقع الموقع بوست والذي تابع ما حدث أمس في مارب وعنوان ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الميليشيا لمسجد غرب مارب إلى 28 شهيدا و63 جريح. قال الموقع ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي تعرض له أحد المساجد غرب مدينة مارب من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى 28 شهيدا و63 جريحا حسب الموقع. يتابع وكانت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قد استهدفت المسجد أثناء استماع المصلين لخطوة الجمعة اليوم بقذائف صاروخية. حين يقتلنا سلاحنا بأيدي المجانين، تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في موقع الموقع بوست وقال في أجزاء منه. كان النظام السابق يعقد صفقات شراء السلاح بعد مرورها على سلسلة عصابات العمولات المالية كمكافآت على أساس القرابة والمحسوبية، ويخزنها في بطون الجبال التي يسرح على سفوحها الرعيان وترعى في شعابها الماشية ويغرد على رباها الطير، وهم لا يدركون كمية البارود القاتل المخزون تحت أقدامهم. ونوايا قادة الظلم المترقبة لصيحات الشعب المنحبسة في صدورهم التي ستنفجر يوما مطالبة بحقهم في الحياة الحرة والآمنة، رافضة سياسة نهب ثرواتهم وعوامل الفقر والذل الذي صار شريكهم في صحوهم والمنام. في لحظة من زمن كان اليمنيون يعيشون فيها بغفلة تائهين يلهثون فيها وراء حاجاتهم اليومية، منشغلين بلقمة العيش صعبة المنال جراء الجرع الاقتصادية التي كانت تطل عليهم بين الحين والآخر كرأس أفعى مرهقة للحياة واستقرارهم النفسي والوجداني الذي تبعثرت على أثره إبداعاتهم العلمية والعملية، بل وحتى النظرة الحالمة إلى مستقبلهم القريب. ولم يدركون أن تلك المخازن ستنفجر يوما في وجوههم وتقتلهم في كل مكان حتى في بيوت الله أثناء وقوفهم لأداء الصلاة. ولم يدرك الشباب الذين قتلوا في مسجد كوفل بمحافظة مأرب أن سلاحهم سيصبح يوما بأيدي مجانين هوام لا يعرفون معاني حب الوطن ولا يفقهون من قيم الإنسانية وأخلاقيات الحروب وآدابها الإسلامية والدولية شيئا، حيث كان العرب يأنفون من القتال غدرا وخيانة. جريمة قتل الشباب المصلين في مسجدهم في مأرب تجاوزت كل أخلاقيات وتعاليم الديانات السماوية والأمم العريقة قديمها وحديثها، ناهيك عن عالم الحقوق الإنسانية التي صارت مطلبا رئيسا لشعوب العالم التي تؤمن بها وتسعى لأن تكون لب الحياة في حربها والسلام. أقدمت جماعة الحوثي على اختطاف 4 مدرسين وطبيب من أماكن أعمالهم في مديرية مناخة جنوب غربي صنعاء واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وأفادت مصادر محلية لموقع المشاهد نت
أن جماعة الحوثي قامت باختطاف التربويين حاشد الجابري وحسين حبيش وعبد اللطيف اليعبري وعبد أحمد الطلفين والدكتور أحمد الخطيب مدير مستشفى الثورة سابقا من سوق المديرية. يتابع الموقع: جاءت هذه الاختطافات ضمن سلسلة انتهاكات تمارسها الجماعة بحق تربويي مناخة، حيث اختطفت الميليشيا 4 تربويين من أبناء المديرية منذ ما يزيد عن عام، وما يزالون يقبعون في السجن المركزي بصنعاء. في أحد تقاريره يعنون موقع المصدر أونلاين: الحوثيون ينكلون بسكان الخوخة، تفجير منازل واعتقالات ونهب للتجار. وكشفت مصادر محلية للمصدر أونلاين عن تفجير الحوثيين منزلين تابعين لفتح معلم وابن عمه خالد بحجة أنهما من أفراد المقاومة الشعبية. يتابع الموقع: يقوم الحوثيون بالتنكيل بالتجار ونهب أموالهم تحت مسمى دعم المجهود الحربي، كما يقومون بالقرصنة على الحوالات المالية الواردة إلى البلدة ونهب الأموال تحت مزاعم أن التحويلات تذهب لموالين للمقاومة والقوات الحكومية. وأوضحت مصادر أن جماعة الحوثيين التي تسيطر على البلدة منذ أكتوبر 2014 تنفذ عمليات تنكيل ضد السكان منذ تحرير مدينة المخا المجاورة على يد القوات الحكومية، واعتقلت مئات من الشباب تحسبا لانضمامهم في المعارك والقتال إلى جانب المقاومة الشعبية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وإلى الصحافة العربية، حيث عنونت صحيفة العرب الجديد: عودة التصعيد العسكري إلى اليمن. وقال تقرير الصحيفة: على عكس التوقعات التي سادت الفترة الماضية بالتوجه نحو التهدئة، ساد التصعيد العسكري مجددا جبهات الحرب في اليمن، إذ قصف الحوثيون مسجدا في أحد معسكرات الشرعية بمارب بعد يوم من وصول تعزيزات، فيما كانت محافظة الحديدة غربي البلاد محور التصعيد العسكري الأبرز، ونفذت فيها مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة. وجاء تصعيد العمليات العسكرية في الحديدة التي تعد من أهم المدن الحيوية اليمنية وتضم المرفأ التجاري الأهم في البلاد، في ظل التصريحات الحكومية والتسريبات المختلفة التي تفيد بأن الحديدة باتت الهدف التالي للعمليات العسكرية لقوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي في الساحل الغربي، بعد أن استهدفت العملية في المرحلة الأولى خلال الشهرين الماضيين سواحل تعز الغربية القريبة من باب المندب، وأبرزها منطقة المخا التي لا تزال المواجهات تدور بوتيرة يومية في بعض مناطقها. قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن ميليشيات الحوثي الانقلابية أصدرت تعميما لمشرفيها ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية والسلطات التابعة لها بعدم السماح لأي صحفي أو طاقم تلفزيوني بدخول محافظة الحديدة الواقعة غربي البلاد باستثناء أولئك التابعين لوسائل إعلام حوثية. قال أحد مشرفي ميليشيا الحوثي في وزارة الإعلام للإعلاميين الذين منعوا من دخول الحديدة: إنه من الصعب السماح لأي مراسل بعمل تقارير، ونحن منعنا نزول الصحفيين إلى الحديدة. واعتبر الإعلاميون قرار المنع يأتي بهدف التغطية على الأوضاع المأساوية التي خلفتها الجرائم والانتهاكات وعمليات النهب والسلب التي تمارسها أو يمارسها الحوثيون في محافظة الحديدة التي تعد الشريان الحيوي الأبرز بحكم مينائها التجاري الهام. سياسيا، عنونت صحيفة الشرق الأوسط: ولد الشيخ يختتم جولة أوروبية
ويحذر من تداعيات تأخير الحل اليمني. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن تأخير التوصل لاتفاق لن يؤدي إلى مزيد من العنف المزعزع للاستقرار وإلى مزيد من التدهور لوضع إنساني هو بالأساس مأساوي، لافتا إلى أن الوضع الحالي يهدد بمزيد من التوسع للمجموعات الإرهابية ليس فقط في اليمن ولكن في أماكن أخرى من العالم. وحث المبعوث الخاص في بيان المجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعه لحث جميع الأطراف المتحاربة على ضبط النفس والمساعدة في التخفيف من معاناة اليمنيين وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للصراع. تتابع الصحيفة، اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن زيارة استغرقت 4 أيام إلى أوروبا، أجرى خلالها مشاورات مع كبار المسؤولين والخبراء في شؤون الشرق الأوسط حول الوضع في اليمن. الثورات والديمقراطية من الاستثناء إلى الاستعصاء، تحت هذا العنوان كتب وحيد عبد المجيد مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية. لقد كسر الربيع العربي حاجز الخوف من السلطة لدى قطاعات واسعة من شعوب اكتشفت كم كانت هشة هذه السلطة التي تهاوت في 5 بلدان، فسقط رؤوس 4 منها وسلم الخامس أمره لاحتلال أجنبي مزدوج لحمايته. ويمثل كسر حاجز الخوف من السلطة تحولا لا يستهان به في بلدان عاشت شعوبها حالة استسلام لقدر استبداد وظلم وفساد بلا حدود. لكن تنامي أخطار الإرهاب والحرب الأهلية خلق خوفا آخر قد يكون أشد وطأة، وأتاح فرصا لتخويف من لم تعد السلطة تفزعهم. وعلى الرغم أن هذا الخوف الجديد يضعف الطلب على الديمقراطية ويزيده على الأمن، فهذه حالة مؤقتة طال وقتها أو قصر. فقد حمل انكسار حاجز الخوف من السلطة في طياته معاني أهمها وضع حد لحالة الاستثناء العربي، لكن من دون أن يؤدي إلى توافر مقومات الديمقراطية. فلم يكن الخوف من السلطة العاملة الوحيد الذي استدعى صك مفهوم الاستثناء في بعض الأدبيات الديمقراطية تعبيرا عن الحالة العربية. لذلك صار علينا الإقرار بوجود مشكلة حقيقية لدى العرب في شأن المسألة الديمقراطية، وبأنها تعود إلى جمود مجتمعاتنا وهشاشة ثقافة الحرية لدينا، وليس إلى طغيان معظم نظم الحكم وتجبرها فقط. والحال أن العلاقات المجتمعية في بلداننا ظلت محكومة بنزعة محافظة يتفاوت جمودها باختلاف المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية. وإذا استثنينا فئات محدودة للغاية من هذا الجمود، نجد أن النزعة المحافظة في المجتمع تعوق توافر الحد الأدنى من ثقافة الحرية. إلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي والذي جاء بعنوان الجيش العراقي يقتحم منزلا في بغداد لفض شجار بين زوجين بسبب طبق فاصوليا. قالت الصحيفة، اقتحمت قوة ضخمة من الجيش العراقي منزلا جنوبي بغداد لفض شجار بين زوجين نشب بسبب طبق فاصوليا. بدأت القصة بحسب قناة الشرقية المحلية عندما اندلع الشجار بين الزوجين المقيمين في حي الدورة، لأن الزوجة تطبخ مرقة الفاصوليا يوميا لزوجها الذي يعود متأخرا من العمل. وعلى إثر تصاعد الشجار قامت الزوجة بالاتصال بشقيقيها اللذين يعملان في الجيش العراقي، ما دفع أحدهم وهو ضابط برتبة نقيب إلى تحريك قوة تتضمن عددا من العربات العسكرية و20 جنديا بكامل عتادهم، واقتحمت الحي والمنزل، ومن ثم اعتدت على الزوج وأخذت الزوجة بواسطة عربات الجيش. ونقلت المحطة عن الزوج قوله إنه يطالب بفتح تحقيق موسع بالحادث خوفا على حياته، وتساءل مذهولا، خلاف عائلي بسيط، على أي أساس تقتحم قوة عسكرية كبيرة منزلي وتأخذ زوجتي وترحل؟ وإلى واحد من أهم الأخبار التي وردت في البي بي سي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرر الطعن في حكم قضائي بإلغاء أمره التنفيذي بحظر السفر. قالت التفاصيل إن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها تعتزم الاستئناف ضد قرار محكمة في ولاية ميريلاند بإلغاء القرار التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بحظر سفر رعايا 6 دول في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.
ويحظر القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 مارس آذار سفر رعايا 6 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، كما يفرض القرار حظرا أطول على قبول اللاجئين. ويقول قضاة أمريكيون أن القرار التنفيذي الذي يقضي بحظر سفر مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن فيه انتهاك للتعديل الدستوري الأول الذي يضمن الحرية الدينية. الهجوم الإرهابي التالي، تحت هذا العنوان كتب بريان كلوفي مقاله المنشور في صحيفة الغد. نتابع. قد لا تكون محاولة التنبؤ بالمستقبل فكرة منطوية على الحكمة، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة أخطاء كبيرة في استطلاعات الرأي في جميع أنحاء العالم، ولا سيما بشأن نتائج التصويت في بريطانيا حول مغادرة الاتحاد الأوروبي، وحتى النتيجة الأكثر نأياً عن التوقع للانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقد أصبحت الأعمال التي تشتغل بالتنبؤات موضع شك كبير، حتى أن بعض الصحف الفرنسية قررت التخلي عن فكرة إجراء الاستطلاعات في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان أبريل وأيار مايو. كان الشاعر الصيني لاو تسو قد أخبر العالم على مدى أكثر من 2000 سنة من الآن بأن الذين يعرفون لا يتنبؤون، والذين يتنبؤون لا يعرفون، وقد تم تجاهل ملاحظته الحكيمة إلى حد كبير منذ ذلك الحين. فنحن نميل إلى الرغبة في تصديق أننا مهيئون للقبول بالتوقع، وليس أقل هذه المعتقدات شيوعا أن هناك خبراء يمكنهم أن يتنبؤوا لنا فعلا بالمستقبل بدقة. وبعد أن أوضحنا أن مثل هذا التنبؤ يظل في أحسن الأحوال عملا محفوفا بالمخاطر، فإنني أتنبؤ الآن بوقوع هجوم إرهابي خطير يتضمن استخدام ما يعرف باسم القنبلة القذرة. قضى مصور 2 شهر لتحديد النقطة المناسبة عن طريق جوجل إيرث لالتقاط سلسلة صور أطلق عليها الأرض المسطحة، كما استغرقت النتيجة النهائية شهورا من التخطيط باستخدام برنامج حاسوبي 3D لإظهار الطرق بشكل منحنى أفقي ليهيئ للناظر إليها وكأنها التقطت من قطار مدينة الألعاب الأفعوانية. وقد نشرت صحيفة الإمارات اليوم مجموعة من هذه الصور. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.